قصة وحزورة. كلنا بيوم من الأيام شعرنا بالشعور يسمى الخوف. يمكن خفنا من الظلمة أو خفنا نكون لوحدنا، يمكن خفنا من الحشرات أو حتى من المهرجين. الله كان عارف إنه الإنسان ضعيف ورح يخاف ويقلق، مشان هيك كلمته ووعوده بالكتاب المقدس كتيرة وبتذكرنا دايماً إنه ما نخاف. حتى لو العالم حوالينا مليان بالخوف، الله بيوصينا وبيقول لا تخف لأني معك، لا تخف لأني إلهك، سأقويك وأساعدك وسأدعمك بيميني المنتصرة. الإيمان بالله هو كافي جداً حتى يخلصني من الشعور بالخوف، وكل مرة بحس بهذا الشعور لازم صلي وأطلب سلام وهدوء من عند الله. خليكن شجعان يا أصدقائي، ودايماً ساعدوا بعض على مواجهة كل خوف، وتذكروا أن الله معنا وما بيتركنا أبداً. قصة وحزورة.